هذه بداية واللي يغنمها مثابر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. بسم الله، نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى حديثنا في موضوع المهارات الإعلامية وما أكثرها، مهارات متعددة. اليوم نريد أن نتحدث في الصلب. تكلمنا كثير في الإعلام عن القيم، بس يا أخي عندي قيم، كيف أجيب القيم، كيف أن نزرعها داخل الإعلام؟ اليوم حديثنا إن شاء الله تعالى عن صناعة القيم في الإعلام، فهذا هو موضوعنا. خلوني أبدأ في البداية أن عالم الإعلام والإعلام دائما يسعى إلى أمرين بدرجة كبيرة. الأمر هو تحدثنا في اللقاء الماضي، وهو التأثير وأيضا السيطرة. كلام فلسفي كبير ما فهمناه. خليني أبدأ على طول بنبذة عن كتاب ويعطينا لمحة حلوة عن هذا الموضوع. هذا الكتاب اسمه سوفت باور، تم ترجمته، طبعا ألف وزير الدفاع الأمريكي السابق، وكان هو أو خلينا نقول استخبارات، وبعدين مدري إيش وكذا، ترجم هذا الكتاب إلى القوة الناعمة وموجود في الأسواق. يذكر هذا الكتاب تاريخيا أن من أراد، يعني خلينا نقول قبل 200 سنة، الحرب بين الدول هو احتلال للأراضي، فيأتي المحتل ويحتل هذه الأرض، وماذا يفعل بعد الاحتلال؟ يأخذ ثرواتها. الناس ما هي مشاعرها تجاه هذا المحتل؟ الكره والبغض لهذا المحتل. كيف يحتل الأراضي؟ بالقوة الصلبة. القوة الصلبة يعني شيء صلب أمسكه بيدي، مثل مسدس، سلاح، صاروخ، طيارة، مدفعية، دبابة، هذه كلها تسمى قوة صلبة. ليش صلبة؟ لأنها شيء تمسكه بيدك. طيب يقول لك هذا هو الاحتلال. تطور وأتت العصور الحديثة، ومنذ عام 2000، ومنذ أن ظهرت هذه النظرية 1991 90، خلينا نقول التسعينات، اختلفت الفكرة. ليش؟ إيش اللي جاء؟ قال لك والله الاحتلال ليس هو احتلال أراضي، وإنما الاحتلال الآن عبر القوة الناعمة اللذيذة الجميلة يستمتع فيها الناس، ولا نحتل أراضيهم، نحتل عقولهم. وإذا احتلت عقولهم، ما هي مشاعرهم تجاه احتلالي؟ حب، ومستمتعين ومنبهرين في شخصيتي الجميلة، فأكون أنا قدوة العليا في هذا العالم، أنه العالم الغربي عالم متحضر، فيأتي ويحتل العقول فننظر له بانبهار، وهو خلاص قاعد محتل الآن وكل شيء، ويجعلك يعني تتبعه حذو القدة بالقدة. حتى لو دخل جحر ضب وسوى أي حركة ما لها سنع لدخل الآخرون خلفه. هذا كله عبر إيش؟ القوة الناعمة. ما هي القوة الناعمة؟ القوة الناعمة يا سادة يا كرام هي قوة الأفكار، القوة البسيطة، هذه السوفت الناعمة تأتي إلى العقول. ما هي أفضل وسيلة لقوة الأفكار؟ الإعلام بوسائله المتعددة. الإعلام موجود مع كل واحد، فتجده ينظر إلى هذا المحتل يحتل عقلك، وطبعا ليس هو احتلال العقل فقط، وإنما أفكار وقيم ومبادئ، فتجي عليك أنت تقلده وأنت لا تشعر. خلاص كل شيء تشوفه كيف يسوي، وأنه هو النموذج الصح في العالم، خلاص تتبعه. فهذا هو الانبهار. وله نماذج وشواهد، يعني خلينا أقول مثلا أحد الأمثلة، ظهر نموذج الأمريكة، أنه النموذج الصحيح في العالم هو النموذج الثقافة الأمريكية. يعني إيش الثقافة الأمريكية؟ الثقافة إيش هي؟ الثقافة هي لباس، أكل، حركة، كلام، كل شيء. فاللباس الذي انتشر في العالم هو اللباس الأمريكي، الجينز والمدريش. الأكل الذي انتشر في العالم هو البرجر والمدريش، ثقافة أمريكية. بينما شوف الثقافة الإسلامية غير. الثقافة الإسلامية ترى ليست هي ثقافة فردية تقوم على الفرد، وإنما تقوم على الأسرة. فإذا جينا نأكل كيف نأكل؟ نجلس على طاولة واحدة أو على مكان واحد ونضع إناء كبير، وكلنا إيش يصير؟ نجتمع ونأكل منه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم خير الطعام ما اجتمعت عليه الأيدي، الأيدي كلها تجتمع عليه، خير الطعام ما اجتمعت عليه الأيدي، مو كل واحد لوحده، هذا البرجر حقي، هذا كذا، وكل واحد لوحده ساندويش. فثقافتنا الإسلامية ثقافة جماعية، بينما الثقافة الأمريكية التي تسيدت العالم هي ثقافة فردية. وأحد القصص والطرائف، قبل يعني أقل من 20 سنة، رئيس وزراء فرنسا في ذلك الوقت جاك شيراك، في عندهم
المعلم الفرنسي الشهير برج إيفل. فإيش اللي حصل؟ برج إيفل جاء يفتح في أحد المطاعم الشهيرة ماكدونالدز، يريد أن يفتح فيه وهو يمثل الثقافة الأمريكية في الأكل. فتدخل رئيس مجلس الوزراء قال لا، هنا وقفوا، حنا عندنا ثقافتنا الفرنسية وحطين أكل فرنسي والتاريخ الفرنسي كل شيء، يأتي الثقافة الأمريكية إلى عقر دارنا إلى تاريخنا إلى عمقنا ويكون موجود هنا؟ لا، ممنوع. ليش؟ لأن في اعتزاز بالثقافة، لا تحتل كل حاجة حتى المناطق هذه. فهنا وقف البعض الحين قوة، نعم، واعتز بثقافتك بمبادئك. هذه اللمحة العامة التي من خلالها أريد أن أنطلق. طيب، عندنا الإعلام الرقمي أحد وسائل القوة الناعمة أريد أن أتحدث عنه. ولو سألنا، خليني هنا أبدأ بسعد. سعد، أشهر الأبليكيشن والتطبيقات اللي تستخدمها في جوالك؟ تويتر مثلا؟ خليني أقول تويتر. كم تويتة وتغريدة في العالم، كم تغريدة في العالم خلال، ما أبغى أقول يوم ولا خلال ساعة، دقيقة واحدة، 60 ثانية بس، كم تغريدة تصدر في العالم؟ ملايين. أعطيني 100,000، 200,000، لا 60 ثانية يعني، بعدين نضربها في 60 ثانية. 60 ثانية. 200,000. 200,000؟ أكثر. 200,000، والله أنا قريب ما شاء الله عليك. خلينا ننتقل هناك، عبد المجيد الفوزان، كم واحد يدخل في الدقيقة الواحدة على جوجل ويكتب أي كلمة؟ زد فرصتك ويسوي بحث، أو يكتب كلمة مدري إيش ويسوي بحث. أي كلمة؟ أي كلمة. كم عملية بحث تتم في جوجل في الدقيقة، خلال دقيقة واحدة؟ أتوقع، أعطيني رقم تخمين. هي 25 مليون. 25 مليون، هي طبعا أقل بكثير، لأنه أنا أقول لك دقيقة ما قلت لك ساعة. هو طبعا 4 مليون. 4 مليون أضربها. طيب يلا خلينا نشوف شاطر في الرياضيات ولا لا. في 60 دقيقة. ما حب 4 مليون في 60. لا والله ما شاء الله عليك يا بسام، ما شاء الله. 240 عملية بحث في ساعة واحدة. طيب في اليوم الكامل كم عملية بحث تصير في جوجل؟ 240 مليون ضرب 24 ساعة، 2 مليار و400. والحسابة تحسب 2 مليار و، والرقم على ذمة سعد. إذا هذه الأرقام التي ترونها أمامكم، هذا للإعلام الجديد والناس كيف منغمسة كما ترون في الشاشة. هذا تعريب لها، وإن كان هذا يعتبر للعام الماضي، ف الأرقام ليست دقيقة وإنما تتحدث. قلت لكم مثلا جوجل 4 مليون كما ترون فوق على اليمين جوجل. تويتر أيضا قبل قليل تحدث عنه الزميل، 277,000 تغريدة في الدقيقة الواحدة، وغيرها يوتيوب، غيرها أمازون، غيرها، فسوف تجاوزها. إيش اللي نبغى نقوله؟ الناس كلها موجودة في الإعلام الرقمي، ولذلك حديث اليوم سوف أركز فيه في الإعلام الرقمي. معانا؟ طيب أبغى أسأل، خليني أختار مين، عبد العزيز ولا عبد الرحمن؟ هنا. أنا بتورط. عبد الرحمن. طيب عبد الرحمن، عبد الرحمن أنت؟ إيه. والله ما أدري عنكم. طيب عبد الرحمن، العنوان اللي طلع في الشريحة الأولى قلت موضوعنا اليوم هو ما كنت موجود. أحسن، ها هنا قالها بس. أنا. تفضل. التأثير. والله انكم انتم، اقول العنوان هذا ما سالتكم في التفاصيل. مساعد الإعلام. مركز، ها نشوف الاعلام. والله داري انه هي مهارات اعلاميه. خلينا نحول للشاشه اللي هنا. لا بالله، في واحد قاعد يكتب من اليوم، ابغى اشوف اللي يكتبون هذول. لا اليوم اول شاشه طلعت اللي هو القوه الناعمه، ولا طلع الخط متناسق، طلع كذا داخل صناعه لا والله صناعه القيم في الاعلام، صناعة القيم في الإعلام. أستاذ سعيد قاعد يغششكم خطأ. إذن نريد أن نتحدث، الله يسلمكم، عن صناعة القيم في الإعلام. لاحظ أنا قاعد جبت المقدمة أنه الناس قاعد توصل القيم والأفكار عبر الإعلام بطريقة هادية، فيجب أيضا أن نوصل قيمنا وندخل إلى عقول الآخرين، ما نبغى نقول احتلال، ولكن نصل إليها عبر قيم. ما هي القيم التي ممكن نوصلها وكيف وكل حاجة؟ هذا كلام طويل. سألنا هنا وسألنا هناك. هنا من باقي ما سألنا؟ أبغى واحد عنده إنجليش، فخلينا أخذ راشد. عندك إنجليش؟ فرنسي بس. راشد تجي بجنبي هنا. أبشر بس سعد. أبغى راشد بس أسأله كم حاجة. إيه راشد، بيطلع لك 3 شرائح. خلونا ننظر أنا وراشد هنا لأي شاشة. خلينا نقول هذه الشاشة. بسم الله، أبغاك تربط لي الآن صور أمامك. إيش مكتوب أمامك؟ content.
كونتنت. ايش معنى كلمه كونتنت؟ محتوى. محتوى. اذا المحتوى. طيب اربط لي اياها الرسمه وبعدين محتوى. هذا الشطرنج وش هذا؟ كش ملك؟ لا هذا الملكه بالشطرنج. ملك الشطرنج. طيب تحت الصور اللي تحت كونتنت وفوقها تاج، ايش معناها؟ يعني المفهوم من الصوره ان الزبده هو المحتوى. لا اعطيني ترجمه، يجيب لي محتوى وفوقه تاج، ايش نقدر نقول نسميها؟ طيب شوف الصوره هذه، يلا. المحتوى ملك المحتوى ملك. طيب ملك ملك شو اسمه ذا؟ جبتها انت صح، جيبها بالانجليزي. كونتنت از ذا كينج. از ذا كينج، اوكي. طيب كونتنت از ذا كينج، جابها ما شاء الله صح. هذه مقوله من قالها؟ تصفيق يا شباب. من القائل؟ انا اللي هذه الترجمه الحرفيه، المحتوى هو الملك، المحتوى اللي هو الكلام. من القائل؟ قلتها لكم ترى في واحد من اللقاءات السابقه. القائل هذه صورته. بيل جيتس. بيل جيتس. متى قالها؟ في مؤتمر عام 1996. قبل كم سنه؟ احنا 2016. 21 سنه. 20 سنه. يعطيك العافيه. الله يعافيك. خلاص انك عارف كنت. اي خلاص، اهم شيء انك كنت انت تعرفها. الله يسعدك. الله يسعدك. شوف عليك بس. شباب، يجيك واحد مسؤول في التقنيه في العالم ومن اكبر تجار التقنيه في العالم وفاهمها، يقول لك ترى التقنيه كلها انا قاعد اتعب عليها، بس ترى المحتوى الداخلي هو الاهم. وخليني اسال، من هنا تخصص وشريعه غير منيف؟ عبد الرحمن ال زيد. عبد الرحمن تخصص شريعه؟ انا الله يستر. وعبد الرحمن من تخصص شريعه شباب؟ انا عبد. لا لا انا تخصص شريعه. وين منيف؟ طيب انا تخصص شريعه يا استاذ ماجد. منيف تفضل. منيف معي. من الثالث؟ من الثالث؟ من انا البسيط اللي يوزن كلامه وحرص بعد واحذر من الخوض بالدين. تخلع على الله تفضل. ابغى فتوى. الله يجزاك بالخير. تعال تعال نبغاك فتوى. امسك بيدك. هالكاسه وش فيها؟ ما ما هالكاسه البلاستيكيه، ابغاك تعطيني حكم شرعي تقول لي ما هو حكمها، حلال ولا حرام؟ حلال. حلال، احسنت. السؤال الثاني، لو انا ازلت هذه الكاسه المخصصه للماء وحطيت فيها اي ماده كيميائيه، بنزيم، زيت، اي حاجه، حكم الكاسه البلاستيكيه؟ شرب للشرب يعني قصدك؟ حكم الكاسه البلاستيكيه حلال ولا حرام؟ لا حلال. حلال. إيه؟ حلال، مع انه مو استخدامها للبنزيم ولا الزيت. جميل. بس انها حلال. السؤال الثالث، لو لا قدر الله احد اخر ازال اللي فيها ووضع شيء من المسكرات داخل هذه الكاسه البلاستيكيه، ما حكم هذه الكاسه البلاستيكيه يا منيف فقط؟ حرام. حرام. الكاسه البلاستيكيه هذه حرام. متاكد؟ المحتوى، هي تغيرت من المحتوى. ايش دخلني في المحتوى؟ انا السؤال يقول كاسه بلاستيكيه، عيدها 10 مرات. الكاسه البلاستيكيه هذا نفسه اللي امسكه بيدي. جميل، هذا حلال. هذا حلال. طيب جواتها مسكرات، اتق الله. انذرها واصبر. انذرها وتصير حل. يعطيك العافيه. خليك معي، ابغى اقول كلمه. تفضل. يا شباب، عندنا محتوى وعندنا تولز، ادوات. الكاسه هي ايش؟ اداه. والمحتوى هو الهدف، هو الاساس. فانا اركز واجانس بين الامرين، عندي اداه وعندي محتوى. المحتوى هو الاساس، وهو اللي بعض الاحيان خلى حتى الاداه هذه نقول ايش؟ حلال حرام وكل شيء، لانها توصلني الى هذا المحتوى. خليني باخذ مثال ثاني. شكرا لك. واشرب المويه بالعافيه. هذيك. اي والله. طيب يا شباب ركزوا معانا، في الاعلام ما اقدر اقول والله وسائل الاعلام هذه محرمه والتلفاز محرم. لا دقيقه، ماذا يعرض في التلفاز؟ اذا يعرض ماده هادفه قيميه لا حلال، واذا يعرض حاجه غير جيده هنا نقدر نقول والله حرام مكروه ايا كان الحكم الشرعي. فالحكم للمحتوى بدرجة كبيرة. ولذلك أبغى أسأل عن المحتوى، قاعد أتكلم عن المحتوى حتى يكون فهمنا واضح، كلنا موحد لكلمة المحتوى. فما هو المحتوى؟ وتحديدا اليوم قاعد أتكلم عن المحتوى الرقمي. الرقمي يعني اللي في الإعلام الجديد. طيب تعريفه؟ أنا حطيت 3 سطور اختصرتها، لأن تعريفات أكاديمية حاولت أبسطها. خلينا ندخل عليها على طول. أول شيء نقول أنه هو عملية بناء، هذا رقم واحد. إذن عملية وتبني، تبني إيش؟ معلومة حاملة لقيمة. القيمة إيجابية سلبية هذا موضوع ثاني، ما أنا قاعد أتكلم قيمتها وتأثيرها إيجابي سلبي. أنا أقول لك هذا المحتوى هو عملية بناء قاعد يبني تراكمي لقيمة، معلومة حاملة لقيمة. من اللي يبنيها؟ من قبل صناع، في ناس يصنعونها. هذول أفراد مؤسسات ما فرقت،
سواء كانوا أفراد أو مؤسسات. إذن تعريف المحتوى الرقمي عملية بناء لمعلومات حاملة لقيمة فيها قيمة أيا كانت هذه القيمة من قبل مؤسسات أو أفراد اللي هم صناع المحتوى. طيب ممتاز كذا حلوين. عندي سؤال آخر وأبغى أحد يشارك معنا فيه، تفضل. السؤال، تعال 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 بجنبي هنا، أبغى أشوف ذوقياتك العالية. سوف أعرض لك الله يعطيك العافية الآن صورة فيها 16 كوب قهوة. كم؟ 16 كوب. 16 كوب. أبغاك تقول لي أفضل كوب ولماذا، وأمامك 10 ثواني تختار أنت، وممكن السادة المشاهدين والمشاهدات يختارون داخلهم ويبررون، وأيضا الشباب المتسابقين هنا نفس الفكرة. جاهز؟ جاهز. لاحظ، تختار أي واحد بينك وبين نفسك، لا تأشر عليه ولا تقول لي حاجة. طيب. وتضع الأسباب، أنا اخترته لأن الثاني اللي هناك كذا مو مناسب كذا. هي في الأخير عندك الأسباب تقدر تخليها حول الألوان، الذوقيات، الممسك، نقل الحرارة، يحرقني في يدي، أي حاجة. بسم الله، الصورة أمامك. بدأت 10 ثواني، 8 6 4 2. تفضل اخترت اي واحد. يلا انا معك هنا ونشوف الشاشه. اول واحد يمين. اول واحد يمين، بعد اذنك تاشر لنا عليه اللي هو لونه اسود. اها، لون الاسود. يا اخي كل هالالوان الفاتحه ما لقيت الا هاللون الاسود. اعطينا تبريراتك. اول شيء عشان تحت صحن. نعم. الثاني ما عندها صحن. نعم. ولا المسكه قصدك؟ والمسكه بعد المقبض هذا. نعم. ايوه. طيب، واللون عاجبك كذا كلاسيكي؟ كلاسيكي. نعم. ودي اذكر اسم الشركه اللي تتميز زي كذا في الشغلات هذه، بس من غير ما نبغى اسمها. طيب، في مبررات اخرى؟ لا ما في. هل الاشكال الثانيه عجبتك يعني؟ اي، فيها شغلات كثيره. لو تسال الشباب تلقى فيها ذوقيات. طيب، هذا انا هذا ذوقي. ذوقك جميل، ما نقدر نقول حاجه. يعطيك العافيه. استريح. بن دفنة، وانت مكانك اشير لي على الشاشه اللي خلفك اي واحد اعجبك وليش. مع انهم كلهم نفس الشيء. اها، المحتوى كوفي، لكن بختار مطبق علشان يحافظ على الحراره فقط. اللي في غطاء اللي هو تحت على اليمين الفلين هذا، بس عشان يحافظ على الحراره. عشان يحافظ. والله مبرر حلو. مين يبغى كمان يقول لنا مع مبرر؟ تفضل. انت سني الحين وش اختار؟ نعم. ما شفتها، بس احس بك تسالني ليه بتختار كذا او كذا. صوت ترى ما سمعتك. انا بالنسبه لي انا ما اشوف لانها بعيده، بس احس بك بتسالني وش بتختار وليه. طيب وليش ايش بتختار؟ اي واحد فيها بذوقها كلها وبشوف ازيانها طعم. ما يهمني الكاس. لا، هو المحتوى واحد. طيب، يعطيكم العافيه. خليني اقول، هنا ياتي الناحيه الاعلاميه. يا صانع المحتوى، المحتوى هو واحد الذي سوف تقدمه. بعض الاحيان سوف اتكلم عن بر الوالدين، عن الام، عن موضوع الصدق. ركز لذوقيات المشاهدين والمتابعين المتنوعة. واحد يبغى غطاء عشان يحفظ الحرارة، واحد يبغى اللون الهادي الكلاسيكي، واحد يبغى الزخرفة، واحد يبغى تحته صحن، واحد يبغى مقبض، واحد هذا التنوع. انت المحتوى واحد، ترى المعلومة اللي بتقولها جميلة، بس اذا ما نوعت القوالب الاعلامية، والله ما اعرف الا تويتر يا اخي، مو صحيح. لا انا ما اعرف الا سناب شات يا اخي، تعلم غيره، تعلم انستغرام، تعلم. نوع المنصات وواكب وكن قريب من الناس، ومع هذا حافظ على أصالة المحتوى وقيمه. بعضهم لا تنوعت القوالب الإعلامية ضاع المحتوى. لا، وازن بين المحتوى ووازن بين الوسيلة والقالب والشكل. طيب معلش، هنا العنوان، ما هي أشكال المحتوى الرقمي؟ يعني أشكال. فأبغى أسأل بسام، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. بسام، ايش تتوقع اشكال المحتوى الرقمي؟ انت كنت قبل شويه يعني انا ضغطت وطلعت الشريحه وطلعت انها 4 اشكال للمحتوى الرقمي. اي محتوى؟ محتوى يعني ايش؟ يعني تبغى تقدم قيمه، كيف تطلع الشكل حقها؟ شلون؟ الشكل الذي سوف يظهر فيه المحتوى، القيمه، المعلومه. ايه؟ كيف تظهر للناس؟ بشكلي. لها 4 اشكال انها تظهر. لو قلنا في تويتر مثلا بتطلع ايش غالبا؟ لا انستغرام. انا اقول شكلها عندي فيديو. فيديو يعني فيديو واحد. احسنت، واحد منها فيديو. 2 هي 4. فيديو، صورة، كتابة، رسالة صوتية. ما شاء الله عليك، والله
قريب جدا يعني اذا ما كان كلها صح. ممتاز هذا. وانت ما انت مركز معنا، كيف لو انك مركز؟ هذا وانا قاعد اكل. طيب اذا خلينا نقولها قريب مما قاله بسام. رقم واحد عندنا ايش؟ النصوص، كتابه بس شيء مكتوب تقراه. رقم اثنين عندنا فيديو، صوره متحركه. رقم ثلاثة صورة ثابتة. رقم أربعة صوت. أي واحد أكثر قوة وانتشارا عند الناس؟ من يقول لي؟ أعيد السؤال. أمامكم أربعة أشكال للمحتوى. عندنا رقم واحد نص أو فيديو أو صورة أو صوت. أيها أكثر قبولا وانتشارا عند الناس؟ وائل. الصورة أكثر بلاغة. الصورة أكثر بلاغة. أحسنت. الصورة. أبغي واحد يجيب لي في بالي. الصورة مع النص، دمج بين اثنين. يا سلام. أنا أشوف النص. النص. أنا أشوف دمجها جميل. محمد. هو له الصورة والفيديو، إذا جاءت للشخص السمعي فهو له الصوت، إذا جاءت للشخص حسب النمط الشخص تستطيع. في عندك النمط البصري الحسي السمعي. طيب يقولون حسب الدراسات أكثرها انتشارا وبلاغة لدى المتلقي رقم واحد بلا منازع هو الفيديو. ولذلك الصرعة دراسات تقرأ واقع الإعلام العربي من 2016 إلى 2019 تقول الدراسة بأن المستقبل، تحاول أن تقرأ المستقبل، سوف يكون لإعلام الفيديو أي حاجة فيها فيديو. بمعنى مثلا سناب شات معتمد عليه على الفيديو. إذن المنصة قد تختلف. إنستغرام، تويتر، لاحظوا دخل الفترة الأخيرة إيش؟ الفيديو، لانه المستقبل الفيديو. انستغرام ترى زمان كان فقط صوره، الان دخل الفيديو وطول الوقت، كان 15 ثانيه خلى 60 ثانيه. اي شيء في المستقبل متوقع ان يكون اكثر انتشارا ليش؟ يا سلام، الفيديو. بناء عليه اي واحد يصنع المحتوى يريد يكون متواجد، ركز على الفيديو. الفيديو خليه من اولى اولوياتك، سواء كان شيء ممنتج ومرتب او الشغلات العفويه التي تصور في المناسبات. تجمع الثلاثة مع بعض تقدر. الفيديو بالمناسبة تستطيع أن تجمع فيه النص وتجمع الصوت وتجمع الصورة، فهو يجمع الثلاثة كلها مع بعض. سوف أختم بهذه الشريحة إن شاء الله تعالى، وهي مشكلة أنها طلعت مع بعض على طول. بسم الله. لا ممتاز. هذه كأنها معادلة، نبغى لها شوية تركيز لو سمحتم. شوفوا عندي الدائرة الأولى التي على اليمين مكتوب فيها إيش؟ عشان أسوي محتوى قيمي. رقم واحد اللي فوق على اليمين نية وهدف فيه إخلاص لله سبحانه وتعالى. التي على يسارها في علم ومعرفة، اللي بعدها مهارة. إذن عندك نية ومعرفة، في معلومة وفي مهارة. لاحظوا عندما تتقاطع الدائرتين التي في الأعلى فقط إيش ممكن يصير؟ اللي هي عندك نية طيبة، هدف ونيتك طيبة، وعندك علم بس ما عندك مهارة. كيف توصل للناس؟ مهارة ما عندك، مهارة ضعيف في المهارات. إيش يصير؟ أعيدها. أنا عندي علم وعندي معلومات قوية، معلومات لا تفوتكم، ونيتي خالصة لله بس ما عندي مهارة، ما أعرف. لو فعل هذا إيش ممكن يصير؟ رقم واحد شوف إيش يطلع لكم تحت، ضعف الوصول للجمهور، ما تصل الجمهور. صح، عندك معلومات قوية ونيتك طيبة ما تصل. طيب العكس، رقم اثنين، واحد عنده علم ومعلومات قوية خطيرة وعنده مهارة فنان بس نيته هدفه غير واضح، نيته مي زينة وهدفه غير واضح، مو بداري في الرايح، إيش ممكن يصير؟ ضعف التأثير في الجمهور، لأنه ما عندك هدف. فين بتقودهم؟ فين بيمشون؟ ما في هدف، فما صار في هدف تقودهم له، فالتأثير سوف يكون منخفض، تأثير لحظي وينتهي. طيب ثلاثة، واحد عنده نية طيبة وعنده مهارة بس ما عنده معلومات، وكثير بعض الأحيان من الإعلاميين الموجودين الآن عنده إيش؟ نية طيبة وعنده هدف وعنده مهارة بس ما عنده معلومات، ما عنده أحد يصنع له معلومة زينة، التابع تطفش ما تلقى وراها ولا سالفة. هذا إيش يسوي؟ ما في معلومة، يضلل الجمهور، يضلل الناس، ما يعطيهم معلومة صحيحة، حتى لو حصل أي حدث يفتي من راسه ويضيع الناس. طيب ما هو الحل؟ ضعنا كذا ما بين ضعف الوصول للجمهور، ما بين ضعف تأثير، ما بين تضليل رأي عام. الحل يا كرام هو الدمج بين هذه الثلاثة حتى نصل إلى النقطة التي في المنتصف، ما يسمى بالمحتوى القيمي.
هذه معادلة طويلة وصعبة ولها تمرينات وتطبيقات وقدمها بعض الحين في الدورات بشكل مطول، ولكن خلينا نأخذ لمحة العامة لأنها نظرية علمية حلوة. وهذه ذكرها ما أدري ليش ما طلعت تحت الدكتور ياسر الشهري، وهي هو من ابتكر هذا النموذج، فله أجمل تحية إلى هنا. حلو، هذه التحية للدكتور ياسر الشهري اللي ابتكر لهذا النموذج الجميل الذي عرضناه. يعطيكم العافية. أستاذ سعيد جاهز؟ جاهز. أستاذ سعيد نأخذ منه تعليق وبعدها نختم بإذن الله تعالى. نعم كفو ما فهمت. لا تضليلهم، بدل ما تقول لهم اتجهوا للطريق هذا تقول لهم اتجهوا للطريق الثاني. ما عندك معلومة صحيحة، بس كذا قاعد ايش اسمني موجود ابغى افتي. ايش المطلوب استاذ ماجد؟ سم ايش المطلوب؟ اي حاجه تحب تعلق عنها. طيب تعطيني ريموت كومنت. يلا السلام عليكم. عارفين وش اكبر مشكله عند بعض اللي يملكون حسابات؟ انه وده يتكلم بس مو عارف ايش يتكلم عنه، فتلقاه احيانا يفتح سناب ما ادري ايش يقول، يتوهق بس وده يتكلم بس ما ادري ايش يقول. تلقاه ينزل الجوال ويفكر شوي، بعدين يحط الجوال وينزل سنابه، بعدين يفكر، بعدين يرجعه شوي، تلقاه يقول السلام عليكم، والله بس حبيت اسلم عليكم. هو مو عشان حبي يسلم عليهم، ما حصل شيء يقوله. لا بس تبغى بالشباب شكلك. صحيح. حتى في تويتر ودك تغرد بس ما انت عارف ايش تغرد تسوي، فتقوم تتحرش في الناس، تشوف لك واحد كذا في هاشتاج في ترند كذا وتكتب لا فعلا اترك، وتقوم تسب هذا وتشتم هذا لانك اصلا ما عندك شيء. لكن ليش احنا ما يكون عندنا محتوى هو اللي يقود ادائنا الاعلامي؟ السؤال كيف انا اصنع هذا المحتوى؟ كيف انا اسوي شيء؟ كيف انا افتح السناب وانا عارف اني بتكلم في 5 سنابات عن الموضوع الفلاني؟ احضرها قبل صح؟ في ذهني تحضير. إذا أنت إنسان ما تحضر في إنتاجك الإعلامي معناته أنت عندك مشكلة. أقرب واحد ممكن يحصل منه خطأ أنت، لأنك أنت قريب من الزلل، ممكن تخطي، ممكن تحمس حماس غير منضبط. قبل أن تنزل أي مادة إعلامية يجب أن تتخيل المتلقي هو يشوفها، تتخيل نفسك وانت تأديها، تتخيل الشكل العام. أنا كنت ألاحظ في الشباب اللي شاركوا في الانستغرام اللي هو التوقيع الإعلامي، يعني علقت عليها قبل يمكن يومين، قلت يا شباب ما قاعد يشوف إبداع خطير. يعني أنت قام يأخذ الشباب الانستغرام الموضوع عن إيش؟ عن الوطن. الوطن هو حاجة مهمة في الحياة طب عارفين، بس وش الشيء الجديد اللي تقولته ما قد سمعناه، أو طريقة جذابة اللي يشوفه يقول أخي ما شاء الله عليه فعلا أثر فينا. احيانا قد يكون يؤثر في الناس لوكيشن اللي وراك، ديكور، واحيانا الديكور اللي وراك قد يكون مشتت، فتلقاك احيانا تنزل سنابه تتكلم عن موضوع مهم جدا 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 بس وراك بزران يتضاربون. المتلقي ما قاعد يتفرج فيك، قاعد يتفرج في اللي وراك، الحدث الخلفي. ولذلك اهتم ايضا انه ما يكون في العرض مشتتات، خاصه العرض في فيديو يكون في تركيز على الماده، المتلقي لما يشوفه ما في شيء يشتته، لا صورة لا لون لا إضاءات معينة لا. فهذه هي النقطة المهمة. طيب نطلع بس قدام، إيش المواضيع اللي ممكن أكتب أتكلم عنها بشكل سريع؟ أنا بحاول أختم فيها النقطة هذه، أبى أتكلم بشكل سريع عشان الوقت الكنترول يتكلمون. أول شيء إذا عندك أي موضوع تبى تتكلم عنه في تويتر في الانستغرام في السناب، حط في بالك المواضيع التالية أو غيرها بس حتى ننظم أفكارك. المواد التثقيفية اللي يمكن تنفع المجتمع. طيب المشاركات في الأحداث العامة، يعني مثلا تسأل نفسك الآن يكون عندك مثلا خاصة الناس اللي يبون يأثرون، يعني يكون عندك ورقة فيها الأيام العالمية، يوم الصحة، يوم الشجرة، أسبوع الشجرة، اليوم العالمي للتوحد، اليوم العالمي للسرطان، مرضى السرطان. هذه الأيام لما تكون موجودة عندك. طيب بعض الناس يجي اليوم العالمي للصحة مثلا نفترض اليوم العالمي للصحة، تلقى يكتب صوموا تصحوا، هو بس يكتب أي حاجة. ليش ما تحضر فيديو طيب جميل لهذه المناسبة؟ تكون عندك محضر مواد. ليش ما يكون عندك تحضير مسبق؟ أنت عارف أنه بعد شهر في عندنا اليوم العالمي مثلا للرجل الأمن، حاط
حضر يا أخي مادة من الآن حتى تقدم شيء يروج ينفع الناس. ترى دائما الإنسان اللي يحضر أقرب للتأثير. التحضير مقصود فيه المادة، مقصود فيه الأداء، مقصود فيه الإبداع، الفكرة، التوقيت حقها، المشاركة في الأيام والأحداث العالمية الوطنية. طيب آراء الناس تجاه موضوع معين، والله في حديث في الشارع أو في الرأي العام عن مثلا موضوع كذا، يجب أن يكون عندك موضوع أو رأي في فكرة معينة تطرحها بطريقة منظمة. واحذر من التعاطف، يعني احذر أن تكون أنت ردة فعل ترند، يتكلم مثلا عن موضوع تدخل تقرأ 5 تغريدات واحد استفزك تكتب على طول بعد أن هذا استفزك، لا وقف، لا يكون في سبب، لا تكون أنت ردة فعل غيرك، لا تكون منفعل. ودائما الشخص المنفعل اللي ما عنده قدرة يضبط نفسه غالبا هذا يعاني من الثقة بالنفس. أي شخص انفعالاته زائدة يستفز بسرعة، هذا شخص ثقته بنفسه ضعيفة. هذا الشخص باختصار سلم أزرار الحساسية للطرف الآخر، متى ما صار يبون يرفعون ضغطه قالوا له كلمة فلانية زعل. وأنا دائما أضرب المثال هذا عشان أثبت لكم أن الانفعالات لها علاقة بالثقة بالنفس. لو أنت تمشي في الشارع وجاء عندك طفل صغير، طفل عمره 3 سنوات ورماك بحجر، هل ردة فعلك تضرب كف؟ الطبيعي أنك تقول لا يا بابا وتمسح على رأسه ويمكن تحبه بعد. طيب رماك بحجر تقول يا أخي مسكين صغير ما أدري، ثقتك عالية بنفسك ما استفزك الولد الصغير. طيب أنت تمشي نفس الشارع وجاك واحد في كبرك وتفرج فيك كذا ورماك بحجر أصغر منه بس رماك كذا في وجهك، إيش اللي يصير؟ ممكن هنا الحساسية أنك تنفعل، ممكن ترجع تتهاوش معه. ليش طيب؟ نفس الحدث، لا أنت هنا ثقتك خايف منه وش قصده وش ما قصده، وذاك دائما خل ثقتك ونفسك عالية لا يستفزك أي موقف. صحيح. الإنسان الواثق من نفسه ما يستفز أي أحد، أي أحد ما يستفزه، لكن إنسان اللي مرة. إذن أخبار أنشطة المجتمع، والله في فعالية معينة أعلق عليها، تواصل مع الناس، حوارات، معلومات قد تخصك أنت، حدث لك شخصي، ميلاد طفل، زواج، وفاة لا قدر الله، هذه الأحداث كلها محتوى أنت تقدمه. لكن حتى أختم سامحني أستاذ ماجد والشباب، الفكرة كلها ما هي بس في المحتوى اللي بتقوله، الفكرة أيضا في الفكرة اللي بتقدم فيها المحتوى. لازم تبدع، لازم تفكر، لازم يكون عندك ورشة عمل. أنا بتكلم عن موضوع بر الوالدين، ورشة عمل، ما هي الأفكار الخلاقة الجديدة اللي ممكن أقدم بر الوالدين للناس فيها بطريقة جديدة. دائما خل الإبداع قيمة عندك في أدائك وفي عرضك، احذر من النسخ واللزق، انطلقوا في عالم الإبداع. شكرا لكم وللأستاذ ماجد. يعطيك العافية. طيب حقيقة قاعد الكلام اللي يقول الأستاذ سعيد أشوف بعض الأحيان في السناب عنده يحضر، لا شفت السناب عنده تلقى يجيب لك أوراق ملونة ويرسم لك هنا رسمة ويكمل لك إياها، إذا تشوف كذا تقعد تشوف تسلسل وخطوات، فما شاء الله الكلام اللي قاعد يقوله هو يطبقه بدرجة كبيرة. عندنا إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى اللقاء القادم، وقد يكون الذي سوف يكون لاحقا في زد رصيدك، سوف نتحدث كيف أصنع المحتوى. عندك 10 خطوات تمر فيها وطريقتها وتفاصيلها، سوف تكون إن شاء الله تعالى في لقاء قادم، هذه هي بعضها، فهذه في لقاءاتنا القادمة. الآن نريد أن نختم معكم ونسمع منكم تعليق سؤال من 2 فقط لضيق الوقت، فمن أحب قبل شيء بعضهم كان يرفع يده، كنت أكمل حتى ننتهي. تفضل خالد. إذا بغى الواحد يفتح موضوع في السناب، كم المدة اللي تحس أن الجمهور ينشد لها؟ يعني إذا زاد عن هذه المدة خلاص يبدون يملون منها، كم المدة اللي تشوفها؟ سمعت سؤال خالد، يقول الله يسلمكم، ما هي المدة المناسبة في السنابات إذا جيت تنزلها حتى لا يمل المتابعين؟ هذه تعتمد على عدة أمور. أول شيء، هل هو يوم اعتيادي في أيامك أو يوم خاص وسبيشل وفي حدث قاعد تسويه أو تغطية أو شيء، هنا تختلف. خلينا نتكلم في الأيام الاعتيادية، المتوسط ألا تزيد، أنا قاعد أعطيك الأعلى حاجة،
ألا تزيد عن 20 سنابة حتى تشرح فكرة واحدة، بمعنى ألا تزيد خليني أقول عن 30 دقيقة، آسف 3 دقائق. هذه هي آسف لا طول مختصرة، فتكون غالبا هذه معقولة ومقبولة. إذا كان في مناسبة في كذا لا الوضع يختلف، فبعضهم يطولها شوية ولا حاجة. ولكن مرة ثانية ترى السنابة معناها إيش؟ معناها هذه هي الصفقة السريعة، هذه كذا سنابة اسمها. فالمفترض أنه سريع، تقوم على الاختصار السريع جدا جدا، فلا تطيل. أنا قاعد أقول لك أعلى شيء 3 دقائق، ترى ممكن تختصرها بخمس سنابات 6 سنابات أفضل، كذا دقيقة واحدة وقفلت. سم كلامي ما قل ودلس، أسلوب يجذب مهما يكون. أنت تتوقع أنه جاذب وجاملوك كم واحد حولينك يحبونك، في غيرك سوف سكب سكب ويتجاوز وينتهي. تشوف أن السناب يكون ما شاء الله أو لليومية. تفضل إيش؟ السناب يعني تشوف أنه يكون على فكرة اللي نزلتها الشركة، يكون يوميات وكذا. يا سلام، سؤال والله مهم. يقول لك ما هو المحتوى المناسب للسناب؟ المحتوى حسب الشخص وحسب أهدافه، ولكن يفضل والجماهير تميل إلى أمرين. لا هما هو المحتوى، المحتوى رقم واحد، الجماهير حسب الشخص وحسب أمور كثير، ولكن تميل رقم واحد إلى اليوميات. تبغى تشوف يومياتك إيش قاعد تسوي، ولكن باختصار ومن غير ما تجيب شغلات مملة ومكررة أي واحد يقدر يسويها. رقم اثنين، ما هو مجال تميزك يبون يتابعونك فيه؟ تخصصك، والله قد يكون دكتور أكاديمي في الأكاديمي، قد يكون ممثل مسرحي يبغون يشوفون الكاركتر المسرحي، قد يكون منشد يبغون يسمعون أناشيدك، قد يكون واحد عنده محتوى عن الإيجابية التحفيز كذا، فيبغون هذا المحتوى. فلذلك ما بين اليوميات وما بين التخصص. كذا سمعنا سؤالين كذا حلوين، يعطيكم العافية وسعدنا بكم ونلقاكم إن شاء الله لاحقا. الله يعافيكم. خلصنا. انت تفتح المشهد ليه سكت يا كريم؟ يوم المقلب يقول له خلاص طب المقلب باقي تبكي. قلت بغيت اقول له الحين سناب انا بالله بالله مين؟ خالتي. والله خالتي امي. الله يسلمك. ليش ليش؟ والله اعتذر لنا منهم. الدنيا فرصه واللي ما يلحقها خاسر، زد والربح اللي كاسب فيها وماهر، زد الدنيا فرصه، الدنيا فرصه.